إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، إنك ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند أعراض السحر العامة، وكنا نتحدث مع الشيخ حميد عبد الكريم في في هذا الموضوع. تحدثنا باستفاضة عن أعراض السحر العامة، وقلنا أن السحر له أعراض عامة وأعراض خاصة. أعراض العامة التي تظهر على كل أنواع السحر، يعني كل أنواع السحر لابد أن يظهر هذه الأعراض معها. وقلنا أن هناك أعراض خاصة بالنوم وأعراض خاصة باليقظة، تحدثنا فيها فيها باستفاضة. واليوم بقدر الله تبارك وتعالى سوف نخصص بعض الحلقات على أعراض السحر الخاصة. الخاصة كيف يعني؟ مثل أعراض السحر المأكول والمشروب والمرشوش والمعلق والمنفوخ والمدفون. وقلنا أن الأسحار ست أنواع لا سابع لهم، يعني مفيش سحر، مفيش حد يقول لك في سحر بكذا غير ست انواع سحر دول، لكن الاهداف بتختلف. يعني ممكن يكون سحر ماكول لهدف المرض، سحر مشروب لهدف المرض، لكن مفيش حاجه اسمها سحر المرض. لكن السحر، نوع السحر نفسه كذا، لكن اهدافه بتكون ممكن تكون متوحده على كذا سحر. يعني ممكن واحد ينعمل له سحر مشروب لهدف المرض، وسحر مشروب لهدف عدم الإنجاب، وسحر مشروب لهدف أي إن كان الهدف الآخر، لكن الأعراض بتاعته هتكون واحدة وخاصة به بس أعراض السحر المشروب. وقلنا أن هناك أعراض عامة للسحر وتحدثنا فيها، وقلنا أن هناك أعراض خاصة، وإن شاء الله النهاردة نتكلم فيها. ولكن قبل بعد أن نرحب بالإخوة الموجودين معنا، الشيخ حميدة عبد الكريم، ربنا يحفظك الشيخ حميدة، أهلا وسهلا، ونرحب بمولانا الشيخ سعد منور. وطبعا الإخوة أو ده هذا طلب للناس، يعني إن احنا عايزين نسمع الشيخ حميدة، عايزين نسمع الشيخ سعد. وطبعا حتى في القناه قبل الهوا بيقول لي يعني الاخوه بسم الله ما شاء الله في اتصالات كتير جدا، حتى على في غير برنامجك الشيخ راضي، على الاخوه اللي هم في المراكز. يعني قلنا ان الشيخ حميد طبعا موجود في مركز القاهره معايا، والشيخ سعد موجود في مركز قنا، والشيخ جلال طبعا هو طبعا حصل عنده ظروف النهارده وتاخر، ولكن ان شاء الله نوعدكم ونكون معانا في حلقه يعني باذن الله، مسؤول عن مركز البحيره، وان شاء الله يكون الاخوه كلهم في اتم استعداد انهم يعالجوا اي نوع سحر، واتم استعداد انهم يتعلموا وبيعلموا اي حد ازاي نعالج السحر، وهم طبعا عندهم من العلم الكثير واللي بيفيدوا بيه الناس كلها، وعارفين هم بيعالجوا ايه، مش حد قاعد بيتكلم معاك وخلاص. اولا نتكلم مع الشيخ سعد على اعراض السحر، يعني كيف او نوع السحر او انواع السحر من حيث الصنعة، ازاي الساحر بيصنع السحر. فضل شيخ سعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأقسام السحر، ثلاث أقسام. القسم الأول اللي هو المفرد، سحر مفرد. إزاي يعني سحر مفرد؟ يعني الساحر بيعمل السحر ده من نوع واحد بس، يا إما من حروف، يا إما رموز، يا إما أرقام. ده اسمه سحر مفرد، وده في الغالب السحر بيربطه في شروق الشمس، ده سهل في الأسهل أنواع الأسحار. طيب النوع الثاني اللي هو سحر مزدوج. السحر المزدوج ده اللي هو معمول من نوعين من أنواع السحر، يا إما حروف ورموز، يا إما رموز وأرقام، يا إما أرقام وحروف. ده اسمه نوع مزدوج، بيعمل السحر فيه نوعين من أنواع السحر، من طلاسم اللي هو الحروف أو رموز وأرقام، أو أرقام ورموز، أو أرقام وحروف، بيجمع نوعين مع بعض، وده أصعب من الأول شوية، وده في الغالب بيبقى مربوط في توسط النهار، يعني عند الزوال كده بيربط الساحر نوع السحر ده مع الزوال اللي هو وسط النهار. النوع الثالث من قسم الثالث من أقسام السحر اللي هو سحر مركب. إيه يعني سحر مركب؟ يعني الساحر بيجمع كل أنواع السحر في نوع واحد بس،
وبعد كده بيربطه على غروب الشمس. ده اسمه سحر مركب، يعني بيجمع الحروف والرموز والأرقام في ورقة واحدة ويجمعهم ويربطهم بغروب الشمس. ده اسمه سحر فلكي سفلي مربوط بغروب الشمس. يجي المريض عند الغروب بيحس ان هو من اول العصر لحد المغرب ان هو مش طايق نفسه، والتعب بيزيد عنده في الفترة دي. ليه؟ لان الساحر بيربط النوع السحر ده اللي هو اصلا بيصعب يعني علاجه، بيربطه بغروب الشمس. طيب بالنسبة للسحر، يعني شيخ راضي جزاك الله خير، يعني زي ما حضرتك علمتني، يعني اللي هم انواع السحر اللي هم 6 انواع لا سيما لهم، اللي هو طبعا المرشوش، المشروب، المأكول، المدفون، المنفوخ، المعلق. تمام. طيب يعني شيخ سعد، ممكن كده احنا عشان بس نفهم السادة المشاهدين اكتر، يعني ان السحر ده بيبقى له قوة مختلفة. تمام. يعني كل سحر من دول لهم قوة. تمام. تختلف من قوة لقوة. يعني السحر الفرد ده او المفرد ده بيكون له قوة فردية، يعني هو سحر بس قوته اقل من انواع السحر. لكن السحر المزدوج لو يكون فيه حروف وارقام مثلا، ده بيكون اصعب او يكون اقوى من الاول. السحر الثالث اللي هو السحر اللي بيكون معمول حروف وارقام ورموز، اللي هو فيه نجم الداوود او اي مسدسات او مخمسات او مربعات او غيره، وده بيكون السحر اقوى انواع السحر، اللي هو بيجتمع فيه كل العلوم السحر. لان ابليس عشان يخاطر يعلم الساحر ازاي علوم السحر يعني، فبيبدا يديله علم من ده. خلاص هو تعلم وكفر بالله تبارك وتعالى، واشتد في معصيه الله وهان لكتاب الله تبارك وتعالى، فيبدا يديله العلم الثاني اللي هو علم الحرف مثلا. لو كان اداله علم الرقم يديله علم الحرف. طب لو بقى اتعلم علم الحرف كويس وابتدى يجيد المعصيه وابتدى يجيب ناس اكتر ويعملهم سحر اكتر، وبقى له صيت وبقى له شهره، فيبدا يديله العلم الثالث اللي هو الرموز. فيبقى معاه 3 علوم اللي هو حروف وارقام والرموز، ودول اللي هو اسمه السحر المركب. عشان كده السحر بيكون قوته بتختلف من قوه لقوه، ومش اي حد يقول لك انا عالي السحر، لازم يكون عنده هذا العلم وهذه العلوم عشان خاطر يقدر يفك بيها السحر ده ويقدر يفيد بيها الناس. ناخد من الشيخ سعد او من طرف لسانه الحديث، وننتقل الى الشيخ حميدة، ونقول يا شيخ حميدة، المره اللي فاتت اتكلمنا على اعراض السحر العامه الخاصه بالنوم وخاصه باليقظه، والنهارده كنا وعدنا المشاهدين هنتكلم اعراض السحر الخاصه بكل نوع سحر لوحده، والنهارده قلنا عايزين نتكلم على السحر المأكول اللي هو احنا تقريبا بنقول ان اصعب انواع السحر على الجسد. نعم. اللي هو السحر المشروب او المأكول، ومن اسهلهم في العلاج، لكن من اسهل انواع السحر او من ابسطهم على الجسد المدفون واللي يكون خارج الجسد، يعني المدفون او المعلق او المرشوش، لكن بيبقى صعب في علاجه وتاثيره على الجسم اضعف من المأكول والمشروب، لان المأكول والمشروب بيكون بلامس الجسد نفسه الداخل. او الطلسم بيكون بلامس الجسد من الداخل. فضل شيخ حميد اقول لنا ايه النهارده على السحر المأكول. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فطبعا بالنسبة للسحر المأكول لازم نعرف ان هو اولا السحر المأكول ان هو بيتعمل ازاي الاول. طبعا هو عشان مأكول ان الساحر طبعا بيذاب السحر دهوت او طلسم السحر، تمام، على طعام ويأكله اللي هو الانسان المسحور. ديت حالة من الحالات اللي هي بيكون فيها السحر المسحور المأكول يدخل الجسد. الحالة الثانية ان هو ممكن ينفخ على طعام، يتنفخ على الطعام عن طريق تكليف جني، ثم يأكله الانسان ويكون الطلسم موجود معه، ويبدأ هنا التأثيرات اللي موجودة للانسان. يبقى السحر منفوخ مأكول، يعني منفوخ بس مأكول، في طلسمين السحر. أيوة. هو نفخ على أكل والإنسان كله. فيبقى له طلسم خارجي وطلسم داخله، بيكون أصعب في العلاج، بيكون ملامس الجسم الإنسان ويكون بقوة. نعم. وكله طلسم خارجي اللي هو لأنه نعم. طلسم في خارج الجسم. نعم. لأن له تأثيرين زي ما حضرتك أفضت كده وقلت، إن هو بيكون له تأثير من الخارج ثم تأثير من الداخل. تمام. أيضا إن هو إن يكون تكليف الجني أيضا السحر المأكول، ان الانسان ياكل في منامه عن طريق الجن المكلف، زي مثلا الحالات اللي حضرتك بنشوفوها في المركز عندنا، يرى ان هو بياكل لحم كثير، يرى ان هو بياكل نوع من الحلوى، يرى ان هو بياكل والعياذ بالله القاذورات، زي الحاله اللي كانت من اسبوع ولعلها الان معانا، تمام، تبعنا،
يشوف إن هو بيأكل في أمور قذرة كثيرة. دي طبيعة عمل السحر المأكول. أولا لازم نفهم إن هو اتعمل إزاي. طيب السحر بيجتهد إنه وصل السحر للمسحور، فيبدأ يخليه يبعت الجن لو هو مش عارف يوصل أو إزاي يعرف حد يوكله له يعني. فهو بوكل الجن إنه هو يروح يوكله للمسحور دوت عشان خاطر إيه يبقى بسرعة يعني. لأن في واحد مثلا يقول لك أنا نعمل سحر لحد لكن ما عنديش القدرة ندخل بيته ونوكله له أو نحطه في أكله، فدي بتكون سهلة على الجن اللي هو يقدر يوصل السحر للإنسان يحطه له قدام يحطه له في أكله أو ينفخه على أكله أو شربه، وممكن يرشه له قدام بيته وممكن يعلقه أو ممكن يوديه في أي مكان لأن ده جن وما عندوش صعوبة في هذه المسألة. فضل نعم. مولانا. طيب إذن هنا السحر أصبح موجود في داخل البدن وخاصة اللي هو ارتكازه، عشان احنا بنقول مأكول يبقى إذن هو مرتكز على ماذا؟ مرتكز على الجهاز الهضمي، المعدة، القولون، توابع الجهاز الهضمي وما به. أول شيء دايما ان احنا بنرى ان الإنسان اللي هو عنده سحر مأكول ان هو عنده شعور بمغص شديد دايما في المعدة، دايما عنده إحساس وشعور ان عنده مغص شديد في المعدة ويشتكي من المعدة بتاعته. ليه؟ لأن مادة السحر اللي موجودة تمام أصبح المعدة بتاعته عندما دخلها الطلسم ومتواجد فيها تمت عبارة عن بؤرة. البؤرة دي بتؤدي إلى إن المعدة بيحصل فيها مشاكل وبيدي إلى تلف الجدار بتاع المعدة، ومن هنا دايما تحس يشتكي الحالات الكثيرة يعني. معذرة أننا دايما لأننا بنحب نذكر للناس المواقع المشاهدة والمحسوسة لأن كثير كل يوم يعني الواحد لو كتب هيكتب روايات كثيرة ومجلدات في هذا الأمر. دايما يشتكي من المغص اللي هو موجود في المعدة عشان مادة السحر اللي موجودة تمام، وما يحدث للمعدة من تلف للجدار بتاعها، وثم بعد ذلك بيجي بعد كده مضاعفات هندخل عليها لما نتحدث عن الأعراض اللي هي بعد كده. مثلا تبص تلاقي مدام إن المادة ديت موجودة في داخل معدة الإنسان وبدأ هنا الجدار يتلف بتاع المعدة، دايما تلاقي ان هو ايضا يشتكي من فقدان الشهية. تمام، ناخد ام محمود شيخ حميدة ونرجع ان شاء الله نكمل. ام محمود فضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي ام محمود سامعينك. اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حضرتك يا شيخ رامي. ربنا يحفظك وبارك فيك يا رب. وعملي الشيخ حميدة والشيخ سعد والله تمام قدامك هم تدعي لهم بس منورين الشاشة والله يا شيخ. نورك نورك والله يا شيخ راضي. احنا معكين الصراحة اشكرك ازاي والكلام يعجز عن اللي انت عملته معانا بصراحة. ربنا يكرمك يا رب محمود يا رب ربنا يكرمك. يعني كانت مرة من المرات انا سبب ان يعني ضلعتني من حاجة كبيرة. تمام احمد ربنا الحمد لله محمود. ميد ربنا الشيخ سعد. الشيخ سعد ما قصرش معايا اخويا الشيخ سعد ربنا يكرمك يعني تعيد معانا بس الله يقدركم وثوابكم في الدنيا وفي الاخره من ربنا. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا امي. انت رحتي مركز جنى ام محمود؟ رحت يا شيخ راضي معك والحمد لله الشيخ سعد ما قصرش معايا وتعيد معايا شويه في العلاج معلش بس الحمد لله دلوقتي كويس الحمد لله. الحمد لله الحمد ربنا يشفيك ويعفو عنك يا ام محمود يا رب ونشكرك. يا شيخ راضي ده انا معنا 11 سنه لا حول ولا قوه الا بالله. طيب لفيت كتير يا ام محمود طبعا اكيد يا شيخ راضي اكيد. معلش يا ام محمود بس ان شاء الله ان شاء الله يعني اي سحر له نهايه. نشكرك يا ام محمود نشكرك. بس انت تاخرت علينا يا شيخ راضي. لا شيخ راضي لما بين علينا معلش بقى انا ظروفي يعني ان شاء الله هنجيكم محمود جينا باذن الله ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك يا محمد نشكرك طبعا. دي حاجه شرف لنا ان يبقى في نتائج كويسه ونشكره في الاخوه اللي ماسكين اللي في المراكز واخوه يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظهم. ودي انا شهاده بنعتز بيها ان احنا بنقول يا جماعه ان السحر ده مرض حقيقي موجود محسوس غير عاقل لا يفهم القران عشان الناس بس ما تبقاش مركزه على الجن بس. الجن عمل الجن عمل وسايبين السحر او طلسم السحر بياكل في جسم الانسان زي ما هو يقول لك انا بقالي 20 سنه بقالي 12 بقالي 15 سنه عمال لف عند الشيوخ ومفيش نتيجه لان الشيوخ بيعالجوا العرض وسايبين المرض زي ما هو في جسم الانسان. شيخ سعد هنتكلم النهارده على السحر المشروب. احنا قلنا ان السحر المشروب ده او طريقه زي ما الشيخ حميده استفاض يعني اتكلم في المساله ديت طريقه اخذ السحر على يعني ازاي بياكل الانسان وازاي بيوصل المعده في عند الانسان. السحر المشروب يا شيخ سعد ازاي بيوصل برضه جسم الانسان؟
بالنسبة للسحر المشروب يا شيخ راضي، يعني بيوصل معدة الإنسان أو بيوصل الجسم الإنسان وبعد كده بيلوث له الدم بيتلصم، إن هو بيتحط على مشروب معين بيشربه المراد سحره. طيب لذلك الناس تجيني تقول لي أنا ما شربتش عند حد خالص ولا أكلت عند حد، إزاي جالي السحر؟ فمش عارفين إن هو الجن نفسه بيوكل الجان اللي هو المتمرد اللي هو معاه، وبعد كده هو بيحط المريض نفسه المادة دي في الشرب. لذلك يجي المريض نفسه يقول لي انا يعني ما كانش بيشرب شيء خالص نهائي، يقول لي انا بدات ان انا بشرب يعني بكميه رهيبه مشروب معين. فمن اعراض السحر المشروب يا شيخ راضي اني اولا بيحس المريض بحرقان دائم وحموضه، حرقان على صدره دائم وحموضه. طيب ناخد منى شيخ سعد معلش عشان بس احنا يعني ما احنا على اتصالات في ضغط اتصالات بس احنا بناخد بقدر الامكان ان شاء الله. اتفضلي يا منى. يا منى اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا منى. شو معايا؟ اتفضلي سامعك. لو سمحت هو انا عندي هسألك سؤال غير الحلقة خالص. انا عندي مشكلة في بيتنا ان كل حاجة بتتسرق فيه، يعني لما احط فلوس في صندوق او احطه في اي مكان اصحى ثاني يوم مش بلاقيه. طيب انت بتقفلي عليها يا منى؟ بتقفلي عليها بقفل او مفتاح او دولاب؟ بنقفل عليها بقفل ومفتاح وبنحطها في كل حتة، يعني حتى في قلب المصحف بحطها. يا منى ده مش جن يا منى، ده يا منى انت رحت للشيوخ قالوا ده جن. لا مش جن يا اختي، ده مش جن يا بابا، ده انسان. مش انسان هو. لا يا اختي بصي احنا لنا ضوابط عشان ما نتهموش الجن في كل شيء، ونروح للشيخ يقول لي اصل الجن اللي ولع في بيتي، والتاني يقول لي اصل الجن اللي سرق ذهب مراتي، والتالت يقول لي اصل الجن اللي سرق فلوسي. احنا بنتهم الجن بكلام باطل. الجن له قدر يا اختي، الجن له قدرة على العمل، اللي هو يقدر يسرق من شيء انت حطاه من غير ما تسمي عليه او تكفيلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يعني الجن ما يقدرش يروح يفتح باب مكفول انت قفلتيه. لو كان عايسرق من 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 عندك كان روح كان سرق البنوك، كان سرق راح سرق البنوك، وبدل السحر هيسخره يسرق راح سرق البنوك اولى منك انت. يعني يروح يسرق منك ايه؟ يعني فلوس هيسرق 1000، هيسرق 2، هيسرق 10، ما يروح يسرق مليون دولار، 2 مليون دولار من البنك. لو الساحر يقدر يسخر الجن يفتح باب مكفول وياخد منه. فاحنا مش عايزين نتهم الجن بكلام ما ينفعش يعمله، لكن الفعل ده فعل بني ادم. حاول بقدر الامكان، ممكن عشان برضه ما نظلمش حد، ممكن الانسان اللي هو في البيت عندك يكون هو مسحور ومعها الجن، الجن اصلا يكون حرامي او جن سراق، فيبدا الجن ده يجبره او يخليه يروح يحب السرقه دي، ياخد شيء يرميه في مكان، لان الجن مش هيستفاد بالمال ده. اتفضلي يا منى. طيب ام هند، ونكمل ان شاء الله القصه دي عشان خاطر الناس بتعاني المساله ديت. ام هند اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ راضي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من محافظة ايه؟ من محافظة جنة. جنة يا مرحب، برضو الشيخ سعد. وعلاج الشيخ سعد بارك الله فيه، وكانت تصلي بقى تصلي والحمد لله رب العالمين. تمام. وبعد كده رأى مجين في النظام واحد دجانة مية بلع سنة وشة فيها ثلاث مرات وغلقتين في وزني. الوقت ما بيشوف غير هذا الشخص وشة بيطلع النار من فوقه. طب بعد ما تعالجت يا منى يا هند، طيب دلوقتي خف الموضوع؟ اسال ساعد ما كانتش تصلي وغلطت تسمع القران، وجيت تسمع القران وتصلي الحمد لله. تمام يا منى يا هند. ربنا يحفظك يا هند. بارك الله فيك، الله يحفظك يا رب. يا رب يا رب يا هند. يا رب يا رب والله انت صراحه يعني تخلي شعر الواحد ربنا يحفظك. نشكرك ابو هند على اتصالك واسلوبك صراحه يعني قيم، يعني صراحه ربنا يحفظك وبارك فيكي ويجعل ده ميزان حسناتنا يا رب والاخوه اللي قائمين يعني على العمل. نكمل المساله بتاعه السرقه، يعني عشان ما نظلموش الجن باشياء هو بعيد عنها، عشان لازم الانسان بدل بيعالج انت ما تصدمش الجن، لان انت مطالب شرعا انك تدعو الجن الاسلام،
لتدعو الجن للهدى، لا تضربه ولا تظلمه ولا تقول عليه قول هو ما عملوش، لان هو مش موجود معاك، ما تتهموش بشيء مش موجود. زي ما كان عندي امبارح اول امبارح برضو رجل يقول لي ان الصدقه بتاعت المسجد، هو راجل قائم على المسجد يعني بيجمع الصدقات بتاعته، فالامانات بتاعت المسجد يعني، فكان بيسرق كل ما يحط مبلغ او ياخد مثلا ذهب لحد متبرع به للمسجد، فهذا المبلغ يسرق، فراح للناس قال له وصل الجن اللي سرقه. فكانت الطريقه برضه تقول لا، ده حد من مكانك وحد انت عارف هو بيعمل ايه، لكن الجن ما يسرقش شيء هو انت قفلت عليه او سميت بسم الله، مستحيل الجن يسرقه. فالناس بتقول لك نحط الفلوس في المصحف، هو انت لو ما حطيتش الفلوس في المصحف وما سميتش برضه الجن هيسرقها، لان الجن هو مش بعيد عليه المصحف وهو بيقرا المصحف، لكن لما يكون جن حرامي خلاص هيسرق. لكن لو انت سميت عليها وانت حطيت حتى على الترابيزه عندك وسميت عليها، مستحيل الجن يجرب منها. طب لو قفلت عليها من غير ما تسمي، لكن مستحيل الجن يجرب منها، انه لو كان هيسرق كان سرق مبالغ كبيره جدا من اماكن تانية بعيد عنك خالص. فلازم نعقل الكلام اللي احنا نقوله عشان خاطر ما نظلمش الجن باشياء مش فيه. السحر المشروب يا شيخ سعد تاني، وطبعا انت شايف الناس بتشكر بقى والشيخ سعد فايه فضل يرجع الله اولا ثم لك الشيخ راضي، ربنا يحفظك ويبارك فيك خيرا. فبالنسبه للسحر المشروب يا شيخ راضي، بيشعر دائما بالحموضه، يحس انه عنده حموضه دائما. لذلك يعني في حاله جاتنا والله يا شيخ راضي، قال لي انا جربت جميع الفوار اللي في الدنيا، كل ما اسمع ان فيه فوار اجيب الفوار واشربه، ما اشربش مره واحده لا، ده بيشرب بالمرتين ورا بعض والثلاث مرات، بيقول ولا زال الحموضه عندي مش لاقي لها علاج، مش عارف ده عنده سحر مشروب عامل الحموضه دي. دايما طبعا بيحس بخنقه ان حد ماسكه من رقبته، يقول لك انا بحس دايما ان انا مخنوق، دي من اعراض السحر المشروب. دايما برضه ان هو بيبقى عنده فقدان الشهيه، شهيته ما فيش خالص، ملوش لبس من الاكل خالص نهائي، يقول لك انا ما باكلش خالص، حاجه غريبه ان انا ما باكلش. وايضا بيشعر بنار في بطنه، سخونه جامد في المعده، يقول لك انا حاسس ان فيه نار في بطني من الداخل. ناخد ام علاء شيخ سعد، معلش مش عايزين نغيبه على الناس. ام علاء من صهاج، اتفضلي يا ام علاء. اهلا، ازيك يا شيخ؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب حبيبي. انا معايا بنتي يا شيخ، انا اتصلت بيك من على الواد، معايا بنتي بتشوف حاجات يعني خيالات حاجات كويس، والاعراض دي انت هتحكي عليها قبل ما دي تخرجنا كله كويس. بس هي اتجوزت دلوقتي، احنا في البيت اللي احنا قاعدين فيه هاي عيالي، انا ولد صغير فطلع السلم شفت، قال لي شفت سكينه في المكان، فانا مش عارفه يعني هو عندنا احنا الحياه دي ولا لا. انت جيبي لنا بنتك يا ام علاء، هات لنا بنتك واحنا نعالجوها ان شاء الله. من سوهاج انت في جينا، هات لنا بنتك في جينا، احنا في جينا قريب منك يعني. ماشي اخ عم علي، فاهمه هو الوضع بالظبط. طيب حاولي بنتك بقدر الامكان يا اختي في اي حاجه لنا، يعني في ناس دي تقول لك شيخ انا عندي ابني زوجي مثلا تعبان، طب هاتين عالجوه يعني، عشان بس مش حد يقول لك انا عنين في حد هو بعيد عنك. دايما واحد يقول لك ايه خد الورقه دي اعملها له بس هو عيبه كويس، لا هو بيلبسه جن اقوى من اللي عليه وضره ما ينفعوش. الشيخ سعد كان بيقول ان ليه الحموضه بالذات، ليه الانسان بيحصل له حموضه لما بيشرب السحر، لان الجن بينقص نسبه الحموضه اللي في المعده او بيرفعها، عشان الانسان دايما يحصل له رهبه في نفسه، يبقى عنده على طول تعبان على طول في نار، يقول لك انا بنحس بسخونه لدرجه ان في نار في معدتي فعلا. وممكن الانسان ده هو يكون الجن سبب في قتله، لانه بيرفع الحموضه ديت وهو نايم بالليل، يحصل له شرجه او حاجه تخش في القصبه الهوائيه يقوم مفزوع، وبعد كده تدخل في حاله نفسيه خاف ينام، يحصل له الشرجه ديت، يقول لك انا قاعد او نام وانا قاعد عشان خاطر خايف انام يحصل لي الشرجه دي تاني. طبعا علاج طبي، الدكاتره طبعا بيدوا الادويه كلها للمساله ديت، لكن طبعا بيجتهدوا في المساله ديت، لكن الموضوع مش قصه علاج طبي، لكن لازم يعالج السحر الاول، بعد كده تعالجه عند دكتور لو حصل التهاب في المعده او شيء، وان شاء الله يجيب نتيجه كويسه. الشيخ حميده اتكلمنا وقلنا ان السحر الماكول ده بيعمل مغص واضطراب في المعده وفقدان في الشهية زي السحر المشروب برضه. نعم. يعني هما الاثنين بيشتركوا في ايه؟ نعم. في هذا العرض، لانه بيعمل السحر المشروب بيعمل فقدان في الشهية، والسحر المأكول بيعمل برضه فقدان في الشهية، اللي هم بيشتركوا في مكان واحد اللي هو المعدة يعني. تفضل. نعم. مولانا، ولكن هنا فقدان الشهية بالنسبة للسحر المأكول لمولانا، ان الجني يريد ان هو يخلي الانسان يفقد شهيته عشان هو يريد منه ان يخس
وانه يريد منه انه هو يبقى يضعف ويحصل معه هزال ويحصل معه مشاكل بالنسبه للقصه دي، او العكس ان هو تبص تلاقيه ان هو يحرص على الاكل بشراهه. ليه؟ على العكس برضه، لانه هو عايز مثلا وزنه يزيد ويبدا بعد ذلك تحدث معاه مشاكل تانية، ويبدا يحس دايما ان العرض ده هو موجود معاه، اللي هو فقدان الشهيه يشترك فيه هنا او يشترك فيه هنا. ايضا من اعراض السحر الماكول اللي هو القيء المستمر. يعني كثير من الحالات اللي هي بتاتينا الى المركز واللي احنا شفناها، تبص تلاقي ان هو بيشتكي ان هو كثرة الترجيع. انا بنرجح كتير، انا رحت خدت العلاج الفلاني، وده مش قطح طبعا في الطب ولا في العلاج ولا في كذا، ولكن احنا بنتكلم عن ما يخصنا في هذا المجال. تمام. يشتكي ان هو ناخد ام منى. شيخ حميده، ام منى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا باجي من 2 الظهر كده ورجعت تمسكني من ورا. تمام. ويجي له صداع وريحتي توجع. كويس. طيب في تعب في المعده عندك يا ام منى؟ ساعات معدتي بتبقى جنبها رجع، بس ما اعرفش ارجع. طيب الصداع ده بيجي لك يعني له وقت معين بيجي لك فيه وروح؟ بيجي لي من الساعه 2 الظهر. حتى لو انت خدتي مسكن او خدتي علاج ما بيروحش؟ ما جربت، ما خدت مسكن بس بروح ويجي برضه. تمام. طيب شعرك بينزل يا ام منى؟ لا. طيب في تعب على طول، امساك او اسهال عندك؟ في امساك او اسهال؟ لا في امساك. طيب يا ام منى، ماشي يا ام منى، هو كده في مشكله عندك يا ام منى كده. طب ايه؟ في كده اعراض سحر عندك، فلما تجينا المركز ان شاء الله نعرفه نوع السحر ايه ونعالجه ان شاء الله. طب نجي لك فين؟ شوفي انت لو في كفر الشيخ تقريبا، كفر الشيخ اسكندريه، هتجي لنا اسكندريه الحد او الخميس، او تجي لنا البحيره طول الاسبوع ما عدا الحد والخميس. يا شيخ في بقع بني زرقاء كده بتجي في جسمه بتروح. طيب ما هو ده احنا قلنا كده عشان خاطر انت عندك مشكله، ممكن تلاقي الدوره عندك مش مظبوطه برضه. نشكرك يا مؤمن، نشكرك. ماشي يا حميد اتفضل. يبقى اذا احنا ايضا من ضمن الاعراض يا مولانا اللي هو القيء المستمر، تمام؟ او ان هو يريد ان هو يحس دايما بان هو عاوز يستقي فلا يستطيع، او يتقيأ فلا يستطيع. تبص تلاقي ان الحاله ديت ملازمه له وهو بيشتكي منها وموجوده معه، ودي كثير من الحالات يعني بالنسبه للواقع الميداني اللي احنا بنعالجه في المراكز، ان دي بتبقى حاله ثابته وحاله موجوده مع اللي عنده سحر. طب ليه يا شيخ حميده هو ليه الانسان بيحس انه عايز يرجع، وليه ما ممكن يحس انه بيرجع او يرجع بالفعل؟ ايه الموضوع يعني؟ طبعا عشان ماده السحر حضرتك اللي هي موجوده داخل، زي ما قلنا ان احنا في بدايه العنصر الاولاني، ان اصبح البؤره بتاعه المعده ديت فيها ماده السحر. تمام. طلسم السحر يعني. تمام. فطلسم السحر دوت كل مدى بيجذب الجني. تمام. ومن خلاله الجني يبدا يضغط على الشخص وتبدا تحدث له مثل هذه المشكلات. تمام. اما الجن يكون عايز يعني يزود ماده السحر في الجسم. نعم. او الجن يكون عايز ينقص ماده السحر في الجسم، يعني هو عايز لو لقى ماده السحر، يعني مثلا الانسان واكل السحر ده على لحوم مثلا، فيبدا الانسان الجني لو لقى الانسان بياكل لحوم كتير عشان خاطر يوازن الماده دي جوه الجسم، فيبدا يخلي الانسان يكره الماده ديت عشان يبدا. تمام. يخلي الماده دي منتظمه، لو هو زود الماده ديت فالماده دي بتروح، او ماده السحر نفسها بتبدا تقل او تضعف، لانها بتروح في البراز مع ماده السحر. نعم. اللي كان عليها السحر لو كان بياكل لحوم كتير، فيبدا الانسان يعمل ايه، الماده السحر تضعف لان بتروح مع الماده الثانيه في البراز، فيبدا. نعم. الجن يظبطها على مستوى معين. طب لو لقاها ما بياكلهاش، فالجن برضه عايز يظبط او يزود ماده السحر في الجسم، فيخليه ياكل لحوم بشراهه، يحرص على نوع معين من الطعام. أيوة. كان لا يحرص عليه قبل ذلك. يبقى خليه يحب نوع اكل. أيوة. معين غصب عنه. نعم. تمام. تبص تلاقيه مثلا مصر على انه هو ياكل لحوم بطريقه، يعني حاله من الحالات اللي عالجناها في مركز اسكندريه، ولذلك انا بنذكر دايما مركز اسكندريه يا جماعه، لان يعني خدنا فيه مده، والقاهرة طبعا إن شاء الله يعني في حالات ممتازة هنتكلموا عنها في اللقاءات القادمة مولانا. تمام. إن شاء الله ناخد أحمد من الفيوم. شيخ حميدة أحمد. السلام عليكم. أستاذ أحمد تفضل. عامل إيه يا شيخ رامي؟ إزاي حالك؟ الحمد لله والله. ربنا يكرمك. عندي مشكلة ممكن أقولها لك؟ تفضل تحت أمرك. أنا عندي 26 سنة. كويس. تمام. تفضل.
وما بعرفش نام ولا نام ولا ليل ولا نهار. ممكن اشوف البوتاجاز 15 16 مره كويس، وممكن اشوف بطمن على حاجات، ممكن اقفل الباب وابدا عارف نفسي وقفلت، ممكن اشوف الست سبع ثمان مرات يا شيخ. كويس كويس. ده يبقى ايه ده؟ انت حصل لك مره واحده كده يا استاذ احمد ولا لا؟ جيت اديلي سنتين وابدا عارف الحاجه مقفوله ومتاكد، واروح حاجه بتلح عليا ان انا اشوفها تاني. يا استاذ احمد، طب انت جبت الشيوخ من بتوع الاثار اللي بيدور على الاثار دول عندك في البيت؟ ولا اي حاجه، وبصلي وبصوم والحمد لله. يعني انت ما قعدتش، مش عارف اعمل ايه، ما قعدتش مع ناس من دول ولا حد بص في عينيك منهم ولا حاجه خالص؟ لا، وانا قعدت معاهم بس ما فيش، يعني قعدت معاهم كده عادي. طيب بص يا استاذ احمد، طب ما قالولكش ان تحت بيتك اثار ولا حاجه وانت ما رضيتش تفحت ولا شيء؟ لا ما فيش الكلام ده، بس هو ده يا شيخ بعرف الحاجه مثلا البوتاجاز مقفول. طيب في العباده، في العباده يا عم احمد، يا استاذ احمد في العباده برضو ممكن تعيد الوضوء كذا مره او الصلاه كذا مره؟ كذا مره تمام. طيب بتغيب في الحمام؟ كنت دلوقتي خلاص يعني؟ لا، كنت بشغل مثلا اغاني في الحمام وبضرب الكتت كتير. طيب يا عم احمد، بص يا عم احمد، هو كده الله اعلم انت معاك جن وشيطان او قرينك يعني ضاغ عليك شويه يا حاج احمد. ان شاء الله تتعالج وترجع لوضعك الطبيعي باذن الله، لان ده هو جن اللي بيخليك تعمل الكلام ده، لبدل هو اتجه للعباده معاه قرينك بيضغطوا عليكم هما الاثنين على الجهاز العصبي عشان يخلوك تفقد يعني قوتك او سيطره على الجهاز العصبي، وتبدا يجي لك حاله نفسيه وتتعب نفسيا. فان شاء الله تتعالج باذن الله يا جن المركز، احنا جنبك هنا في 6 اكتوبر، وان شاء الله انا اللي موجود، انا الشيخ حميده، وان شاء الله نعالجوك ترجع لوضعك الطبيعي باذن الله. نشكرك يا استاذ احمد. ناخد الشيخ سعد تاني يتكلموا عن السحر المشروب واهم اعراضه. الشيخ سعد تمام. بالنسبه برضو للسحر المشروب يا شيخ راضي واعراضه برضو، اللي هو طبعا المريض دايما بيحس بيشعر بنار في المعده، يحس ان المعده فيها نار زي ما تكلمنا. الامر الاخر ان هو طبعا زي ما تكلمنا فقدان الشهيه، بعد كده بيشتهي مشروب معين او بيشرب مشروب معين بشراهه بعد ما كان بيكرهه قبل كده ما بيشربوش، والعكس ويكره برضه مشروب معين كان بيشربه. يعني يكره نفس مشروب معين نفس اللي في الاكل يعني. تمام مظبوط، لانه اما عايز يزود ماده السحر في الجسم اللي شرب عليها الاكل اللي شرب عليها السحر. تمام. او اما عايز ينقصها. مظبوط. تمام تمام. يبقى هو بيكره مشروب معين ويحب مشروب معين. بعد كده طبعا عنده الخمول الجنسي مقابل طبعا الالم في الكليتين، بحس دايما يقول لك انا عندي كليتين، عندي في الم في الكليتين دايما. وطبعا حرقان في البول، حس بحرقان شديد في البول. رغم ان هو طبعا بيروح للاطباء وبيكشف يعني وبياخد العلاج اللازم، بس برضه يقول لك ما بيجيبش نتيجه معايا خالص نهائي. ناخد الشيخ سعد. مين من مين؟ ابراهيم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش لا 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 لو تكرمت، معلش تحت امرك. انا عندي المدام بتشتكي من الساعه على طول حضرتك. كويس. ولابوها زواجش في دماغها ومش عارفه تنام. كويس. فسيادتك يعني عاوز مش لاقي لها علاج خالص. طيب هي عندها اي اعراض تانية غير ده حاج ابراهيم؟ حاج ابراهيم ولا؟ نعم. عندها اعراض تانية غير موضوع الوش في دماغها ده وصداع؟ طيب في تعب في المعده عندها يعني؟ نعم. في تعب في المعده؟ لا، اذا كانت تاخذ علاج الاعصاب. طيب عندها كم سنه يا حاج ابراهيم؟ عندها 56. طيب انت ممكن تجيبها لي في القاهره يا حاج ابراهيم؟ فين حته حضرتك؟ 6 اكتوبر. اتواصل مع الاخوه وان شاء الله يوصلوك، وان شاء الله يعني احنا كان عندنا والله يا حاج ابراهيم حاله من الفيوم او من بني سويف الاسبوع اللي فات، وجات النهارده قسم بالله بشرتنا ان هي كان عندها نفس الاعراض ديت، وبقالها تقريبا بتقول 18 سنه ولا بنعاني من المساله ديت، توش في دماغه صداع غير عادي، والحمد لله الصداع اختفى بعد ما عالجنا السحر. هم مشاهدينا دلوقتي ويا ريت يعملوا مداخله عشان نعرف يعني فعلا ده موجود ولا مش موجود، لان السحر بينقص الاكسجين في دم في الدماغ، فيبدا الانسان يحس بصداع او يخلي دايما جربات قلبه سريعه ويفقد صوابه ويبقى دايما مهدد بالموت، يحس دايما انه هيموت. شيخ سعد اتفضل. قلنا يا شيخ راضي التاثير على الكلى بيأثر على الكلى ليه؟ لان طبعا دي ماده نجسه تدخل الجسم وتسكن في جدار المعده، فبتعمل بؤره سحريه داخل الجسم.
تمام. اصبح ان هي بتاثر على الكلى، علشان يعني يحصل المريض يعني اصفرار في الوجه، وبرضه من اعراض السحر المدفون ان هو بيتغير لون البشره بتاعته، يلقى مره البشرته لونها صفراء، بشرته يعني غامقه الى غير ذلك. وبعد كده ان هو بيأثر برضه السحر يعني مع 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 طول المده في الجسم، ان هو سبب في بياض الشعر. تمام. يجي واحد يقول لك ان شعر بيض، طب من ايه؟ لانه اصلا بيفقد نسبه معينه في الكبد اللي هي بتوصل للشعر، اصبح ان هو شعره بيبيض، يطلع طبعا في جسمه علامات او غير ذلك، فهو بيغير هرمون الجسم دايما. بعد كده الانيميا، يجيب الانيميا، لان السحر يجيب انيميا، يجيب طبعا فقدان في النقص في طبعا في الانظمه اللي هي بتغذي الشعر زي ما قلنا. وبعد كده ان هو بيجيب سيوله يا شيخ راضي، يعني الحمد لله يعني رب العالمين، يعني بفضل الله في حاله جات لي يا شيخ راضي اتعالجت، يعني كانت عندها سيوله في الدم، فعملت تحاليل وكشفت كتير كتير قوي. بعد كده طبعا بتعمل كل اسبوع تقريبا تحليل. ده الاخ اللي كان سنتين دي صح؟ لا غيره. لا غيره. فطبعا راحت الدكتوره قالت لها اني اشك كده في الطحال، نفس اللي حصل برضه قبل كده، وشال الطحال واتضح ان عنده سحر، ما عندوش حاجه. تمام. فطبعا راحت الدكتوره قالت لها تمضيلي على 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 وصل، او تمضيلي على اقرار ان انا مش ملزومه بالطحال. فقالت لها لا ما ينفعش، طالما انت شاكه انا مش هعمل حاجه، انا هروح الجا بقى لل هو برضه شيخ سعد، احنا برضه عشان احنا من ايه، هو الطب طب طبعا، وهو اللي يفصل في هذه المسائل. لكن احنا ممكن السحر يوصل الانسان لمرض ويحس باعراض ويعمل عمليات ويعمل الاشياء دي كلها، وما يكونش الاساس هو المرض ده، فيبدا خلاص هو زي ما كان عندي الحاله نقول انا شلت المراره عشان خاطر عندي التهاب مثلا، على طول بنرجع برضه نفس الاعراض عندي زي ما هي، وبنرجع وبيحصل عندي مشاكل. تمام. فممكن الانسان يعني يخطو او يبقى عنده مشكله كبيره والدكتور يعني بيجتهد فيها، لكن بيقول له دي اعراض كذا، وما عندوش، بيدي له ادويه لها. تمام. وبيعمل كل اللي ما استطاع له، لكن نفس برضه الاعراض بتبقى موجوده. المفاجاه شيخ راضي، ناخد الاخت الاخ مين من جنة ام احمد. اتفضلي يا ام احمد. ازاي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ازاي حضرتك يا شيخ سعد؟ الله يكرمك. الله يكرمك يا مدام، الله يبارك فيك. الله يكرمك. بارك الله فيكم. عاملين ايه؟ الحمد لله، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. كويسين الحمد لله، ربنا يحفظك. ايوه انا ليا سؤال للمشايخ حضرتكم. تمام. لو سمحت تجاوبوني عليه. انا ليا ابن متوفي، يعني موضوع سحر، يعني توفى علشان انا كنت تعبانه من سحر، وكل المشايخ قرروا اني انا شاربه سحر، وهو الابن يعني اتاذى من السحر، ما عرفش يوصل له ازاي يعني، الله اعلم. تمام. المهم اتعملت له كل الفحوصات وكان يرجع على طول، ولحد ما توفى. ربنا يرحمه يا رب. بعد كده انا ليا بتاع حوالي كده سنه ما مش هنحلمه خالص. يعني عايزين نعرف ايه السبب ده، من السحر ولا دي حاجه ثانيه ولا ايه بالظبط؟ انقطاع الاحلام نهائيا ده سحر، من اعراض السحر المدفون يا ام احمد. نحلم كل الموتين. اه. دي من اعراض السحر المدفون. ونحلم حكاوبيس وكل ونحلم دايما طايره في الجو يعني. بس الا هو ما نحلموش. طيب بص يا ام احمد، هو هو ممكن ما تحلميش بيه، دي رحمه ليكي يعني، رحمه بيكي انك ما تحلميش بيه يعني. فانت تصدقي له وان شاء الله يكون له الخير يعني. بس انا كأم بدون مقاطعه كلامك، كأم يعني نفسي ان انا نحلمه، لان ما فيش طريقه ان نحلم ممكن نوحشني يعني. ادعي له يا ام احمد، وان شاء الله انت دعوتك له تدخله الجنه. ادعي له يا ام احمد. اللهم امين. ادعي له وان شاء الله ربنا يعفو عنه وربنا يغفر له. ام عاصم. تفضلي. ام عاصم تفضلي. ايوه مع حضرتك. اتفضلي. بنتي تعبانه، دايما صداع جامد جدا. وبتصحى من النوم تلاقي خرابيش في ايديها. وجسمها فيه بقع سوداء. ودايما تشكي بالكوابيس وحشه جدا جدا، ساعتين كده حاجات وحشه. عندها كم سنه يا اختي؟ عندها 18 سنه. كانت مخطوبه وبعد ما خطبت حصل معاها الكلام ده، او بعد ما سابت او كده؟ نعم. كانت مخطوبه وحصل يعني فركاشه في الخطوبه ولا حاجه؟ حصل ايه؟ يعني حصل انفصال في الخطوبه؟ لا هي معلش هي حاليا متزوجه يعني. متزوجه. تمام تمام. حصل معاها ده بعد الزواج طيب؟ مشاكل جامده. حصل نفس الحاجه. وحاليا دلوقتي دايما تسمع صوت في الشقه هي وقاعده.
حس ان في حد ماشي جنبي في نفس في الصوت. بتخس طيب يا اختي بتخس؟ نعم بتخس جسمها بيخس؟ لا لا ده بيزيد. طب ينزل عليها نزيف ولا شيء طيب؟ نعم بينزل عليها نزيف او او مشكله في الدوره؟ طيب طيب يا اختي ماشي يا اختي نشكرك وان شاء الله ده سحر يا اختي معمول بنجاسه بتاعت دم حيض وكده وان شاء الله يعني بسيط وموضوع بسيط واحنا دايما نطمن الناس ونقول لهم السحر اضعف 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 شيء ممكن يعالج يعني السحر بسيط جدا في علاجه لكن لازم الشيخ اللي بيعالج يكون فاهم هو بيعالج ايه عشان ما يضرش الناس يعني من حيث ان هو ينوي ان هو يعالج. شيخ حميده ايه العرض الثاني اللي بعد اشتهاء الطعام او الامتناع عن اكل معين؟ طبعا قلنا ان هو الامتناع عن نوع معين من الطعام وممكن مولانا ان امتناع عن نوع معين من الطعام ان بيكون الطعام هذا اصلا هو اللي اتعمل عليه ماده السحر. تمام احنا بنلفت للانتباه برضو ان يكون النوع ده هو مثلا اللحم او السمك او الحلوى او اي نوع. تمام العنصر اللي هو بعد ذلك اللي هو انه يشتهي الطعام أو يكون إن هو بيأكل من الطعام ويفرغ من طعامه ولكن بعد ما ينتهي يقول لك أنا مهما ناكل. الحالة اللي عالجناها كانت بالشكل دوت كانت بتقول أنا يعني بالنسبة للأكل أنا ناكل الجدة 5 أفراد ولكن ننتهي من الطعام وأنا عندي إحساس بالجوع تأكل تاني تأكل تاني. حتى هذا يعني والدتها كانت موجودة في الحدث فبتقول أنا بنتي قبل كده الفترة دي ما كانتش بهذا الوضع يعني الأكل بطريقة غريبة ديت من ضمن أعراض السحر اللي هو السحر المأكول. تمام وكما تقدم قلنا إن إحنا إن هو الجني يريد إن هو عاوز تمام النسبة ديت تزيد في الجسم نسبة السحر تزيد أو إن هي قلت وهو عاوز يزودها أو إن هي زايدة وعاوز ينقصها. نعم أيضا يا مولانا اللي هو رؤية خيالات أو شرود ذهني يرى دائما في منامه إن هو بيشوف خيالات. تمام ويتخيل إليه إن هو دائما يشوف هذه الأنواع من الخيالات أو إن هو يرى أشياء يقول لك أنا متخيل على الحيطة علامات معينة أو متخيل إن أنا بنشوف شكل معين أو منتخيل إن أنا بنشوف كذا بيكلموني. الحالة اللي كانت عندنا في المركز من يومين يقول لي أنا بنتخيل إن في ناس معينة عمالة تكلمني ومتخيل إن ابني وزوجته يحدثوا فيا ويكلموني. طبعا هذا من ضمن العلامات اللي هي بتاعت اللي هي السحر المأكول إن هو بيشوف خيالات. طبعا ده بيكون عن طريق الإيه عن طريق الجني اللي هو تابع لطلسم السحر. أيضا تجده دائما عنده شرود ذهني ما عندوش منتبه ما عندوش انتباه يعني كثير من الأبناء يشتكي اللي هم عندهم المشكلة دي يقول لك أنا بنبقى ماسك الكتاب نقرأ فيه ونحسس إن أنا دماغي في مكان تاني ويعمل تحاليل يعمل كذا يعمل كذا ويعود إلى الكتاب نفس القصة موجودة دية. طيب شيخ حميدة احنا طبعا زي من كل حلقة بنقول ان احنا عايزين نبين للناس يعني ايه ان في جديد وان الناس فعلا بتتعالج وان في مشاكل حاصلة عند الناس ودي اكتر ادلة ان الناس بتتصل علينا هم بتقول لك انا كان عندي مشكلة كبيرة وبقالي كام سنة بنلف بيها وكام سنة بنعالجها وما بتنفكش المشكلة دي. في ناس بتروح لحد ساحر يعمل لها ورق يأذيها بيه يعني احنا دايما يعني يمكن الحلقة الماضية احنا اتكلمنا عن الاشياء دي ودي من ضمن الاشياء اللي احنا والله ديت اهم دول من حالات طبعا حالاتها هيت يا ريت اسم محمد وجعت هيت منهم يا ريت دي اشياء دي اصحار كانت مع ناس اهيت لا. وكل ورقه من دول يعني لو فتحنا هيت واحده بس منها اهيت لو فتحنا واحده منهم بس اهيت ماشي ورده معايا انا معاك يا ورده. السلام عليكم. معاك يا ورده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ورده معايا. اتفضلي معاك يا عشان اتصل الشيخ شعب. تمام بارك الله فيك. اتفضلي انا سامعك. اتصل عشان اسمع الشيخ شعب واقول بارك الله فيك. انا عرفت ان 3 شهور الحمد لله بكويس. تمام الحمد لله يا ورد. بس بعد العلاج دلوقتي ما يجيني قبيش يعني وكده فانا كان خايف. تمام
طيب يا وردة، بص يا وردة، حاول بقدر الإمكان أنت قبل ما تنامي توضي قبل ما تنامي ورش وضوءك مكانك إن شاء الله مش عيب فيه لأن ده جاسوب. نشكرك يا وردة. طيب ديت أدي أوراقها هيت من الناس اللي كانت عند الناس، يا ريت عم عزة بيزوم لنا عليها عشان الناس تشوف. أدي ديت ورقة من ضمن الأوراق ديت، هو حاطط له دول 7 ورقات، كل ورقة من دول تقول له مثلا واحدة كل يوم، بل واحدة في مية واشربها كل يوم، كل يوم بل ورقة من دول واشربها. ليه بالله واشربها؟ عشان خاطر ديت كلها طلاسم، دي اللي اتكلمنا عنها، قلنا دي طلسم، دي مربعات وحروف، وادي حروف، وادي اسماء الجن، وادي المسدسات، النجوم والمسدسات والمخمسات هيت، وادي الحروف هي تحت، دي كلها هو ده السحر. فحد يروح، تروح لحد يقول لك خد ورقة من دول اعملها، انت بتدمر نفسك، زي اللي راح عمل اللي عمل لك سحر، انت عملت سحر لنفسك تاني. وبعد للأسف يقول لك أفصانة بنعالجك من السحر، وان انا معايا جن مسالم، وان الجن اللي معايا ما بيعملش شيء، والجن مسلم وجن كذا، وده كله كلام باطل وليس له أصل من الصحة. برضو ادي اللي احنا حذرنا منها كتير، دي اللي احنا حذرنا منها كتير جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي العهود السليمانية للناس. طبعا ايه، كان احنا عرضنا المسألة ديت كذا مرة، دي العهود السليمانية هي دي، لفت والله، دي لفت الساحر هيت، انا بنفكها بلفة الساحر فيها. ادي العهود السليمانية، احنا كل مرة والله بنجيب حاجة جديدة، لان كل يوم احنا يعني بتجينا الحالات ديت وبننظف الناس من الحالات ديت. فادي طبعا دي صعبة فكها جدا، لان هو يعني سبحان الله عنده قدرة على اللي حامل الشيء ده غير عادي يعني، سبحان الله، ويا صبره يعني، عليك صبر فيه غير عادي. فانت متخيل لما تروح لحد يبديك ديت ويقول لك دي علاقها معاك. العهود السليمانية دي فيها يا جماعة من جوه برضو، دي فيها واحد لو يقرأ من برك عليك قرآن، لكن ده مش قرآن، ده بيبقى هو الأول بيكتب لك الحروف أو الأقسام السبعة، إنها بيقسم على بيقسم، مش بيقسم بالله، لا هو بيقسم بأسماء الجن أو سبع انواع جن، وبيقسم بيهم المكلفين بالسحر، ودي بتبقى اكترهم من الطرق اللي هي مخالفه للشريعه، او اللي هم عباد القبور او غيره، اللي هم بيهتموا بالاشياء ديت. يا ريت الناس تاخد بالها ان في مصايب زي كده كتير، والناس تاخد بالها ان احنا طبعا بننظف ده من الجسم. ادي برضو شيء اهو سحر تاني، طبعا برضو صعب انك تفكه، صعب انك يعني دايما ده عايز بقى ايه موضوع يعني. فدي اسحار هيت، ودي مصايب احنا ابتلينا بيها. اوعى تروح لحد يقول لك اعمل ورقه من دول، انت بتاذي نفسك. اوعى تروح لحد يقول لك خدي ورقه من دول بالليها زوجك في الميه، وان شاء الله عيب زي الخاتم في صباعك وعيب كويس معاكي. انت كده هتتجابلي ربنا بدم زوجك، هتقول له يا رب انا عملت سحر لزوجي لما جاله فشل كلوي، وابتدى طول عمره هزيل، مش قادر يعني يقوم، مش قادر يتحرك، مش قادر يشتغل، وهتحاسبي بين ايد ربنا بسحر من ده. ادي دول اهم 7 مصايب قسما بالله. الورقه من دول بس زي قنبله في البيت، كانها قنبله موقوته يعني. انا هوت ادي ورقه تانية نفكها هوت، دي طبعا فيها شيء من اطراب بتاع البيت الرجل ده الاثر، وفيها الاثر بتاعه اللي هي الاثر اللي هو ماشي عليه زي ما الشيخ حميده قال. ادي هوت برضو دي الاضطراب اللي هو فيه، وادي الايه، وادي طلسم السحر هوت، ودي الطلاسم بتاعه السحر برضو. طيب استاذ محمد الشاهد بيقول لي ان في واحده بتسالنا سؤال دلوقتي، لكن الوقت خلاص يعني تقريبا خلاص. فواحده بتسالنا بتقول هل السحر التولى او السحر المحبه، واحده تروح تعمل سحر لزوجها، ده حلال ولا حرام؟ هو خطيبها او زوجها او اي حد إن كان، مفيش حاجه اسمها سحر محبه وسحر بغض، هو ده سحر وده سحر، والنجاسه اللي بتنعمل بها السحر المحبه بنعمل بها سحر، البغض اللي بنعمل بها سحر، المرض بنعمل بها سحر، وخادم السحر هو خادم السحر، والسحر هو الساحر. طبعا نشكر مولانا الشيخ سعد على الحلقه الجميله دي، وان شاء الله نكررها باذن الله، ونشكر الشيخ حميده ان شاء الله على يعني المداخله او الوقت الجميل ده، وان شاء الله نستفيد تاني ونتكلم تاني عن اعراض السحر. ودايما احنا في تقدم، ودايما زي ما ابليس بيبتكر في انه يصنع السحر ودمر الناس، احنا برضو قاعدين له بالمرصاد ونبتكر العلم عشان خاطر نعالج الناس ونفيد الناس. نشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.